بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي أنت أمرتني ونهيتني وأريتني طرق الضلالة والهدى، وعلمت أني لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو ردا، وسلكت بي ما شئت للشيء الذي ما أخفيته عنهم سدى، فاقبل بفضلك لك توبتي وارحم فإني قد بسطت لك اليد، واصفح عن العبد الذي يا سيدي قد جاء معترفا وعاش موحدا. يقول الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحمد لله الذي أحل الزواج والنكاح وحرم الزنا والسفاح. الحمد لله الذي جعل كمال نصف الدين بالزواج. الحمد لله الذي وفق لإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تلبية لنداء الفطرة وإعفافا للأنفس وتطهيرا للقلوب بالزواج. أما بعد، فإن بناء الأسرة هو أضخم مشروع يقدم عليه الإنسان، وإن الأسرة هي أكبر مؤسسة في العالم، وإن الزواج هو الأداء الطبيعي للنسل وللإنجاب والاستمرار الحياة في المجتمع. فالزواج هو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقد ارتضاه الله تعالى لعباده، كما أنه سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أحب أن أبشر إخواني جميعا بأنه ليس في الجنة أعزب، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم، وليس في الجنة أعزب. والله عز وجل يقول: وزوجناهم بحور عين. هذا فيما يتعلق بحور العين، لكن نحن اليوم أتينا لنتحدث عن حور الطين، وهي نساء الدنيا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم اليوم الجمعة وقد أثقلت الآذان. لقد كلفني عمي والد زوجتي المهندس عدنان قصاد أن أنوب عن الجاهة وأن أتكلم باسمهم، وأنا أصغرهم سنا وأقلهم علما، لكن نزلت عند رغبته، وهو عميد متقاعد من القوات المسلحة، لكنه ما زال في الخدمة الفعلية كعميد، فهو عميد لأسرة آل قصاد، تحول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية. أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره. لمن لا يعرف، فإن عائلة قصاد هي من مدينة صفد. مدينة صفد إحدى المدن الفلسطينية التاريخية، بل هي من أكبر وأقدم المدن الفلسطينية، وهي تلك المدينة الوادعة الجميلة المطلة على بحيرة طبرية. لا بد يوما أن تعود إلى أصحابها وإلى أهلها، كما لا بد أن تعود بقية المدن المسلوبة بإذن الله تعالى. أحب أن أبشركم بأن أهلها من شباب فلسطين قد وضعوا أرواحهم على أكفهم. هذه الأمة لن تستسلم بإذن الله تعالى ما دام فيها طفل يرضع أو نبض مصحف يسري في دمائه وعروقه. هذه الجاهة الكريمة من آل قصاد وأنسبائهم وأقربائهم أتوكم من عمان وقطعوا هذه المسافة يبتغون مصاهرة آل الحموري. آل الحموري هم من خيرة الناس، يمتد جذورهم وأصولهم التاريخية من الخليل إلى جبع في نابلس، إلى منشية أبو حمور في الكرك، إلى آل الحموري في السلط البلقاء، إلى
آل الحموري والحمامرة وهنا في إربد عروس الشمال. صفد هي عاصمة الجليل أو عروس الجليل، وإربد هي عروس الشمال. أتينا لمصاهرتكم وللقرب منكم في طلب يد ابنتكم الشابة المهذبة الآنسة ريم بنت الأستاذ بسام الحموري إلى ولدنا الشاب المهذب الذي عرفته صاحب خلق ودين، هو عبد الله ابن المهندس عمر ابن أحمد قصاد. ننتظر ردكم وموافقتكم الكريمة، والمثل بقول قهوة الغانمين ما بتبرد. الجاهل كريم.